يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كلام الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر؟ هل هو في المسائل الفقهية الاجتهادية فقط دون المسائل العقدية؟ المسائل العقدية ما فيها خلاف، ما هي مجال للأخذ والرد، لأنها مسلمة، مبنية على التوقيف، وإنما هذا في مسائل الفقه، كل يؤخذ من قوله ما وافق الدليل ويرد ما خالف الدليل، هذا قصد الإمام مالك رحمه الله. نعم.